السلام عليكم، هذا مطعم أغاتي عراقي موجود في كريكلوود قرب حسينية الرسول القديمة، وبجنبه محل الألوار. صمون عراقي حار 3 باوند، طبعا أكيد يسوي باقي الأشياء أكل عنده. سووا اوردرات يريد ياكل عنده. هاي محطة الباص كلش بجانبه من جولد سكرين. هذا الصمون الحار 3 باوند. هاي احنا هسه الصبح بعدين ما نفتح انا وجوان صمون مسويها، مسويين اوردر احنا عندي يحضر لنا اياها. هذا الأخ اللي يسوي عنده الأوردر على الصمون من الصبح اليوم إجي علشان لأجلنا علشان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.